أعلنوا من خلال قناتكم، ويكون هذا الإعلان حصري لقناة الميادين. أعلنوا أنني من الآن لم أعد أمثل الرأي الرسمي لهيئة الحشد الشعبي، ولكنني سأبقى ناطقا باسم المجاهدين، باسم أبناء الحشد، باسم المقاومين، باسم آلام المجاهدين، باسم آلام الجرحى وصبر المقاتلين وثباتهم وصمودهم، لأننا أشرفنا على نهاية هذه المعركة مع هذه العصابة الإرهابية، والعراق اليوم عراق منتصر، وإننا مقبلون على معركة وتحدي قادم يتطلب منا الدفاع عن الحشد وحمايته وحماية مجاهديه ومقاتليه ومتطوعيه، وكذلك الدفاع عن التجربة السياسية وحمايتها، والدفاع عن العراق بكل مكوناته وأطيافه. هذا النصر كان هنالك عوامل مساعدة داخلية وبالتأكيد عوامل خارجية. طيب. كانت المساعدة الإيرانية دورها عظيم ولا يقاس بدور آخر. علاقتنا بالجمهورية الإسلامية علاقة عقائدية، وهذه العلاقة العقائدية هي التي تؤكد، وهي التي ننطلق النظرة التي ننطلق منها، بأن مصلحة العراق أولا، مصلحة الشعب العراقي أولا. أما علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية فتبنى على تجربة كل الشعوب وليس فقط الشعب العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودراسة وتقديرا لهذه التجربة تبنى عليها المواقف.